صوت طبول الحرب يرتفع في الشرق الأوسط. في حاجة اسمها الساعة الذرية اللي هي بتقول امتى ممكن تحصل حرب نووية قريبا. بعض علماء وبعض حائزي نوبل وبعض مفكرين عملوا ده كمؤشر رمزي إلى إنه لو في حرب نووية قربت قد إيه. دايما الساعة 12 إلا ربع إلا تلت، لما تقرب على 12 معناه قربنا على حرب نووية. دلوقتي احنا في أخطر مرحلة، لأنها 12 إلا دقيقتين، يعني فاضل دقيقتين على حرب نووية. إنما بعض الخبراء بيقولوا على الأقل في الشرق الأوسط إلا ثانيتين، فاضل ثانيتين على حرب في الشرق الأوسط. اللي شاف المشهد في الآونة الأخيرة هيلاقي كلام عن حرب بين السعودية وإيران، كلام عن حرب بين إسرائيل وإيران، كلام عن حرب بين أو ضربة روسية لإسرائيل. كل الاحتمالات واردة في الشرق الأوسط. لما نشوف المعطيات الرئيسية نلاقي ما يلي: إن إيران موجودة كنفوذ وموجودة من الناحية العسكرية داخل أراضي السورية. إسرائيل بتقول إن الوجود الإيراني في سوريا خطر على إسرائيل، فإسرائيل كانت موجودة على مسافة 85 كيلو من إسرائيل. الإسرائيليين كلموا الروس، فالروس زقوا الإيرانيين لورا شوية، بقوا على بعد 100 كيلو من إسرائيل. إسرائيل بتقول إن حتى على بعد 100 كيلو القوات الإيرانية اللي موجودة على الأراضي السورية تهدد الأمن القومي السوري. ده المعطى الأول. المعطى الثاني، إسرائيل بدأت تقول إن إيران بتخزن سلاح نووي داخل الأراضي السورية. فإيران بتقول ده كلام مش منطقي، عشان إحنا أصلا ما عندناش سلاح نووي. اللي عندهم سلاح نووي الإسرائيليين، وهم دول اللي ينبغي إن هم يخضعوا للتفتيش، ولابد المفتشين دوليين يروحوا يشوفوا الأسلحة النووية الإسرائيلية، لكن لا صحة لوجود مخازن أسلحة نووية إيرانية في الأراضي السورية. المعطى الثالث، أوروبا. أوروبا مع مصالحها الاقتصادية شايفة إن التفاهم مع إيران والاتفاق النووي ده كان كويس جدا، وإنه يتم الحل السلمي مع إيران. نتنياهو بيقول الأوروبيين قبل كده قالوا نتفاهم مع هتلر، وشافوا هتلر عمل إيه في أوروبا، بتقولوا نتفاهم مع إيران. هم مش مقدرين إن هم هيفاجئوا ويصحوا من النوم على وجود هتلر جديد في الشرق الأوسط. والمعطى الرابع، إن روسيا بعد حادث الطائرة L-20 اللي مات فيها 15 من ضباط الإسقاط العسكرية الروسية، وروسيا قالت إن إسرائيل متسببة في ذلك، روسيا هتدي صواريخ S-300 للسوريين. المجمع الصاروخي الواحد هو طبعا منظومة الصواريخ دي عدة مجمعات صاروخية، إنما المجمع الواحد من S-300 في 6 كتائب. الكتيبة الصاروخية الواحدة فيها 12 قاذفة، القاذفة الواحدة فيها 4 صواريخ. إذا بنتكلم على أرقام كبيرة متوقعة من صواريخ S-300 إلى سوريا. المجمع 6 كتائب، الكتيبة 12 قاذفة، القاذفة 4 صواريخ. والمعطى الخامس، إسرائيل بقى قالت حتى لو الروس يعني بيحرجونا، بيضغطوا علينا وبيهددونا من الأراضي السورية وهيدوهم S-300، إحنا بنقول أو إسرائيل بتقول إن هي هتضرب منظومة الصواريخ S-300 الروسية على الأراضي السورية. المعطى السادس، الخبراء بيقولوا بناء على ذلك اللي هو بقى وصواريخ S-300 الروسية موجودة في سوريا، ممكن إسرائيل تضربها. كلام عن مخازن نووية إيرانية في سوريا، ممكن إسرائيل تضربها. كلام عن تصاعد الحرب الباردة بين السعودية وبين إيران، كلام إن الإسرائيليين بيقولوا لو سكتنا على إيران هتكون هتلر جديد. كل هذا الكلام خلى الخبراء يقولوا إن إحنا مش إلا دقيقتين، ده إلا ثانيتين من احتمالات الحرب. إذن إن طبول الحرب يرتفع صوتها في الشرق الأوسط.